بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام وينما كنتم، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إطلالة جديدة ومشوار جديد المشاهد الكريم من خلال هذه المساحة، نحن وإنتم سويا قراءة للراهن السياسي معلوم، الراهن السياسي المشاهد الكريم من خلال هذه الصورة المرسومة الآن أمام الجميع، والتي أظن بأنها مغروءة وواضحة. تجاذبات، أحاديث هنا وهناك، تشابكات أحيانا، أقصد في الراهن السياسي بصورة عامة، اختلاف في وجهات النظر. اليوم تابعنا أيضا الشارع كان له رأي آخر، كذلك ما يدور الآن في قاعة الصداقة لهم رأي أيضا مختلف. القوى السياسية الآن أصبحت منقسمة مشاهد الكريم كما هو واضح في الساحة السياسية، تباينات كثيرة في الآراء، وكثير من المياه جرت تحت الجسر. من خلال هذه الحلقة المشاهد الكريم نجيف معاك وبيك من خلال ضيوف اللي بيشاركوني في هذه الحلقة قراءة لما وراء الأخبار، ونحاول من خلال هذه الحلقة أن نضع النقاط على الحروف ونبين ونسلط الضوء على كثير من المواقف السياسية. رحبوا معي بدءا بأول ضيوفي في هذه الحلقة، دكتور حسن حسين، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزيرة. حبابك. مرحب بك ومرحب بالمشاهد الكريم، نامل أن نقدم قراءة موضوعية لهذا الواقع المعقد، والتحية لكل مشاهدي السودان في هذا الوقت العصيب يعني. نعم، سعادة السفير الصادق المقلي المحلل السياسي، مرحب بك حبابك. مرحب بك أستاذ محمد وبكل مشاهدي قناة الخرطوم الفضائية وكل العاملين تحت الكاميرا الأمر هذا البرنامج. نعم، يعني دكتور حسن حسين، خلينا نبدأ من عندك زي ما قلنا في البداية. الآن الصورة تباينات واضحة في المواقف، لكن من خلال الحلقة دي حنمر على العديد وحنقرأ المواقف، حتى المواقف المتباينة، حتى الرافضين حنقف عندهم ويكون عندنا آراء ونحاول نحلل للواقع. لكن في البداية خليني كمدخل للحلقة دي، بدت خلاص الآن الورش نحو وبدت العد التنازلي نحو التوقيع النهائي. كيف وأنت أستاذ العلوم السياسية كيف قادر تقرأ الصورة الآن؟ الصورة صراحة أنه أنا أرحب بالمرة الثانية بالمشاهد الكريم، أنه من خلال المتابعة نجد أنه الواقع السياسي صراحة أصبح قاتم، فيه قمود عالي جدا وفيه عدم وضوح بدرجة كبيرة جدا. حول القضية هي يفترض أنها تكون أكثر وضوحا للاتفاق حولها، لأنه المطلوب هو في الفترة الانتقالية أن يتفق الناس على شكل من أشكال الإطار السياسي والقانوني ليحكم الفترة الانتقالية ويحدد أجالها ويحدد القضايا والمهام الرئيسية. هذا الشكل حصل فيه قموض وتم طرح حديث ليس هناك موثوقية فيه. الناس يتحدثون عن التوقيع، الناس وقعت على شيء وما ظهر في الإعلام شيء آخر ومطروح، وبالتالي لا يوجد وثيقة محددة يمكن الاتفاق حولها يقول هذه هي أو تلك. وبرزت للسطح أربع قضايا رئيسية يفترض أنه يتم الاتفاق حولها. هذه القضايا حساسة جدا، قضية هيكلة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والعسكرية والأجهزة الأمنية الأخرى والشرطة، مش الشرطة، الجهاد القضائي. والقضية الرابعة قضية تفكيك الثلاثين مليون. لو خطينا الأربع قضايا بنجد إنه قضية الثلاثين مليون تصبح أضعف حلقة في القضايا الأربعة، وبالتالي تم البدء بها أن القضية باعتبارها قضية مصالح لمجموعات هي غير موجودة على متصارعة على السلطة، وبالتالي أضعف حلقة في اعتقادي الشخصي، وتم البدء بها والنقاش حولها، ولكن النقاش سيكون أكثر قموضا عندما نأتي في موضوع هيكلة القوات المسلحة. من يهيكل القوات المسلحة؟ ومن لديه شرعية؟ ولصالح من هذا العملية ستتم؟ هل تتم بقوة متفقة ومنتخبة أم قوة غير منتخبة؟ نفس الأمر تدخل في القضاء، إنه هيكلة القضاء والقضاء الأجهزة الأمنية الأخرى. النقطة الرابعة الأكثر حساسية قضية اتفاق جوبا.
اتفاق جوبا واضح انه الان الكتله بتاعت اتفاق جوبا رافضه رفض تام الدخول في اي عمليه، وبالتالي هذا المشهد يوضح ان هناك قمود، وهذا القمود هنالك طرف خفي يحرك هذا الامر، هذا الطرف الخفي يعمل على وصول لاتفاق. هذا الاتفاق في اعتقادي الشخصي لن يقود الى اتفاق عام حوله، لانه كما هو مختلفين الناس في الاتفاق الإطاري سيكون مختلفين على نتائج الاتفاق الإطاري، سيكون مختلفين أيضا على، وده بعودنا للسبب الرئيسي الأدى ما هو السبب الأدى إلى الاتفاق الإطاري نفسه، أو طيب. ما هو الأدى إلى التي اختلف الناس حولها، سمى انقلاب عسكري، وسمى الآخرين سموها إجراءات التصحيح، واختلف الناس حولها، وكان يفترض أن تنتهي أجل الفترة الانتقالية بانتخابات 2023، والآن نحن في انتخابات في عام 2023 ولا شيء، والآن الناس لا يعلم أحد أجل الفترة الانتقالية ومداها الزمني وما هي مهامة وما هي قضايا ومن الذي يقف خلفها بكامل كليات. سيد المقلي الكلام واضح، ولكن خليني في الحتة بتاعت الطرف الخفي اللي بيدير ويعبث ببعض الأوراق إنجاز التعبير، يعني في بيلي رغم أنه الوضع الآن زي ما الدكتور يعني أشار برضو حسن حسين لكثير من الجهات يعني وهبش كثير من الأبواب المغلقة يعني، فخليني أبدأ بالحتة دي والجزئية دي، من هو الذي يدير في الخفاء؟ هل هناك شخصية أو جهة بالفعل هي من تهندس هذا الوضع الإطاري؟ والله هذا كلام غريب جدا أفتكر، يعني كلام غريب جدا، عشان الناس المجتمعين دي ناس مسؤولين يعني في النهاية، وبعدين ما في حاجة اسمها وسيلتين واحدة تحت الطرابيزة واحدة فوق الطرابيزة. أن المكون العسكري ده هو الحاكم مع وقت أن 40 كيان سياسي مهما اختلفنا حجمهم هم وقعوا على وثيقة معلنة وزعت على الهواء شهد عليها العالم أجمع نشرت في الأسافير في الصفحات الرسمية وثيقة معروفة جدا. يعني ما أنا أفتكر أنه ممكن الناس ديري يخموا الشعب السوداني تقدر رأي عام ثم الشعب، لكن الوثيقة دي معلش للناس طرحت للناس طرحت هي طرحت ليش هي مفتوحة هي موجودة ما في وثيقتين، يعني في وثيقة واحدة ولا حد يتفق على قاري ما في وثيقتين طلع الناس عليها طلع الناس كلهم الناس في التلفزيون كلهم شاهدوها في التلفزيون لا الناس شاهدوا في التلفزيون ده وضع، لكن أنا بتكلم هل هذه الوثيقة الآن مقروءة موجودة عبر وسائل التواصل موجودة ومتاحة للجميع حتى في الحرية التغيير موجودة في الاتفاق التغيير موجودة منشورة ما في حاجة خفية ولا في طرف خفي أنا أتفق طرف خفي ما في طرف خفي شو طرف خفي أنا ما أعرف طرف ما أعرف عن الطرف الخفي يعني الناس دي مسؤولين يعني الناس ممكن يختلفوا حول الاتفاق ذاته أو حول البنود الاتفاق لكن ما يخونوا حول التفاصيل ممكن لكن ما قلنا خونوا الناس إنه ناس ذي في طرف خايف في عصاب عينيه بتحركون في سفارات وعمالات مثلا بالمناسبة يعني مغيزات محزنة جدا يعني لأنه الناس ذي ناس مسؤولين أحزاب قاعدة كيانات مجتمع مدني صبار المقاومة يعني مجتمع الأحزاب التقليدية موجودة في الاتفاق في في في, في الاتفاق ده فده الناس مسؤولين يعني ما في طرف خايف يحرك ولا في طرف أجنبي طيب نحن الناس معلش أنت تحكم على الحي بشنو من السابق لوانه ما في 4-5 قضايا مطروحة النهار ده مثلا عملوا انتهت الورق اللي تحول التمكين وكده طيب ما أنت ما تحكم على الحي بدون ما تنتهي يعني مثلا الغداء ولا الهيكل ما هو الناس دي بيناقشوا في التفاصيل انه كيف التمكين ده يراجعوا كيف بيعملوا قوانين جديده لوائح جديده في نقاش ما التوصيات التوصيات تطلع الليل بتاعت صحيح انا شو التوصيات ديشني والورثه الجايه دي نفس الحكايه الناس ينسون الناس يحكم على النهايه بعد ما انتهي الموضوع لكن من هسه الناس خونوا الناس ودي سفارات ودي العملاء يعني مثلا شو بس انا اوريك حاجه انا موضوع التدخل الاجنبي ده خليني اسمح لي اشرح فيه شويه هو التدخل الاجنبي ده دقيقه التدخل الاجنبي ده التدخل الاجنبي بيقول واحد خبيث واحد حميد على مر السنين وعبر التاريخ المعاصر انه في تدخل خبيث كان زمن الاسترقاق سليفري وزمن الاستعمار ده كان تدخل في اضطهاد الناس استرقاق للناس في نهب لموارد العالم الثالث استعمار كلها. استعمار وفي نهب للموارد طيب. ده تدخل خبيث لانه بيستثمر الدوله ويهب الموارد اما التدخل الحميد ده في الدنيا كلها موجود اصلا ما في دوله في الدنيا بتعيش ببرج عازي انا بيه غريب صغير جدا التدخل ده هو من اجل المصلحه العامه من اجل المواطن السوداني من اجل حل الازمه يعني الازمه دي الناس هو السياسيين ديل
15 شهر هسه اساس عليهم حد لازم دي خالص يعني هم فشل زريف انه حد لازم دي وده الذي ادى للوساط الوساط او التسهيل الاجنبي انه يخشف المسائل يعني تدخل. في مصالح طبعا في كونفرنس وانت يعني اسيا الان تصف هذا التدخل بالتدخل الحميد لا يعني هناك تدخل كما ذكرت التدخل لكن تدخل التدخل مش للاستعمار ولا للمخابرات التدخل شنو اصل الدول دي ما في دولة في العالم ما تسلم لكن بعض المسؤولين سيد البقلي عشان نستفيد من الوقت برضو بعضهم صرح للعلن بأنه المسألة دي مفروضة علينا يعني ونحن يعني فرضت علينا وهكذا وقعنا يعني فرض عليهم بشنو فرض عليهم بمعنى شنو لأنه حس أن هذا البلد دي 15 شهر معزولة على الزيتام طيب فإنت مرات في حيث ما في خط ضرورة حتى في الشريعة موجود انت ليه بلد مخنوقة البلد دي هسه فيها 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 تدهور امني وسياسي ومجتمعي كويس البلد ماشيه نحو الهاويه تكون لو تكون فانت لازم تعمل تصل لحل تصل لمخرج يعني انت بتعني الفريق اول حمل مثلا بتاع الدهر المسؤولين ده يعني؟ ما متين الناس دي لا ما انت الان ما نحن خلينا من نكون واقعيين يعني الان الدكتور قال كلمه انت الكلام ده نفيته ورجعت اكدته ثاني انه ما انه هو قال في تدخل والمساله دي في طرف خفي هو الذي يدير هذه الملفات بين في هو ما خفي لك يا استاذ محمد دقيقه ما في خفي هو قاعد في الغاء حسي قاعد في الغاء طيب. ما في حاجه ما خفي طيب. دين الناس الاليه الثلاثيه مراقبين مسهلين فاسيليتيتر طيب. قاعدين للناس في الهواء ما قاعدين تحت الطور قاعدين دكتور في الفنادق دكتور حسن موجودين هؤلاء مسهلين يعني فاسيليتيتر افتكر ان احنا مختلفين في الفكره والجوهره هو بينفي في واقع هو مؤكد يعني لا هو رجع اكده طيب لكن قال لك دين لكن كذا يعني. خلي طيب. وهو افتكر التاريخ موضح يعني احنا لما جينا في الوثيقه الدستوريه الاولى والناس افتكروا ان دي الوثيقه اللي احنا وقعنا عليها جاء وزير العدل في ذلك الزمان نصر الدين عبد الباري قال والله يا جماعه انا لقيت وثيقتين في وثيقه كده كلام اليوم يا اخواننا ما الماضي ده ما نتكلم على الليله في الان اما انا لسه مازوم وراح على ساعه السفير اسمح لي اقول لك اوضح لك انت لو الحكايه دي ما واقع عليك انا بوضح انا اوضح لك الفكره جاء قال والله في وثيقتين اكتشف الناس انه في وثيقتين فعلا وتم المراعاه لما جاء اتفاق جوبا اصبح اتفاق جوبا يعلى ولا يعلى عليه وبالتالي أصبح هو عدل في الوثيقة الأصلا معدلة الآن الناس جو أصبح مرجعية أصبح مرجعية طبعا جو الناس الآن قالوا دعنا نعمل اتفاقية اتفاق إطاري الاتفاق الإطاري عندما تم الإعلان عنه لم يتم نشر الوثيقة الأساسية وتحدث سيد السفير وأن عندما تكلم عن القوة السياسية التي كانت موجودة في ذلك كلهم أكدوا أن هنالك وثيقة ولكن لا أحد يملك هذه الوثيقة وبالتالي أنا كمواطن سوداني دار أشوف وثيقة إنها بتحكم الإطار القانوني الملزم بالنسبة لي في أدبيات العلاقات الدولية دائما في فترات الانتقال السياسي الدولة بتكون ضعيفة وهذا الضعف يؤدي إلى تدخل من الدول الفاعلة في المشهد السياسي تكلم عن الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأفريقي والإيجاد وأنا قعدت مع بالعيش وقعدت مع السفير وبتاع الإيجاد والاتحاد الأفريقي أرضهم شكوا من مدخل الولايات المتحدة الأمريكية وتدخل بريطانيا وتدخل الدول السعودية والأمارات في المشهد السياسي وهذا التدخل لا يمكن يا أخي كريم في دولة محترمة أن يتدخل دولة ويجي واحد من مواطنيها يقول هذا التدخل حميد وين استقلال البلد وين سيادتها؟ كلام غريب وين سيادتها؟ سيادة الدولة الآن أتحدى أي سفير السفير السوداني الآن في جنوب أفريقيا السفير السوداني في أمريكا خليه يطلع في مظاهرة ولا يطلع يمشي يقول داري زور له أي مكان ما في ما في ما في مشاكل هناك ما في شباب طيب ده بيوضح لك إنه أنا إحنا الآن في 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 مرحلة الخارج فيها أعلى من الداخل وبالتالي القوة السياسية منقسمة ومشتتة للقوة العسكرية ولا القوة المدنية ولا حتى منظمات المجتمع المدني الآن السمة الرئيسية لهذه الفترة هو التشتت والانقسام أي مجموعة عندها مشروع تلتقي مع العسكر وتختلف معه هذه المجموعة يعني الآن سنحن لو جينا خطينا حاجة يقول لك 40 ما بكرة أنا ممكن أعمل لك 150 منظمة
اقول لك منظمه مجتمع مدني، اقول لك منظمه مجتمع. الان الايطالي، الان الورشه، الان المعقوده الان في ده، المجموعه بتاعت الحريه والتقيل الاولى ما مشاركه فيها، ما مشاركه فيها، في مجموعات ما شاركت فيها، مجموعات جوبا ما مشاركه فيها، مجموعات كثيره جدا ما مشاركه فيها. اذا الان احنا عدنا ثاني للمرحله الاولى بتاعت المحاصصه، عدنا للمرحله الاولى، نحن بنأسس لنظام اخصائي، بنأسس لنظام استبدادي. هذا النظام الاستبدادي سيحكم الفتره الانتقاليه، هنالك مجموعات لديها مصلحه في ان هذا يستمر، لكن سيعيد انتاج الازمه من جديد، ولن يعود الى حل الازمه. طيب خلينا نمشي للسيد البقلي عشان احنا ما زي ما قال قبيل ما نستبغ الاحداث، هل هي بالفعل حتكون لا لكن لا استعاده لا معليش معليش كلام غريب جدا جدا. نعم. كلام الدكتور القديم اذا بقول في كلام ما في الواقع لا تمام موجود. الاقصاء هو اشتغلت الاطار الاتفاق الاطاري ده ما هم منشور للناس كويس كل بنوده. الدب يأسس لدوله مدنيه 100% وما في الاحزاب ده ما شايف الاحزاب ده ما في محصل حتى حزبيه في الحكم. دي ناس يعني العذاب وكلموا صوتهم الناس ما حكون في محصصة حزبية يا حكومة جاية حكومة حكومة وطنية حكومة كفاءات وطنية ما هي الحاضنة يعني ما في محصصة ما في حاضنة سياسية خالص فحيكون ما في حد في حاجة مجلس تشريع المرة دي حيكون مجلس تشريع حيكون هو الراغب هو الحاضنة هو الجهاز هو الراغب هو مراقب جهاز ما الحاضنة كلمة حاضنة خلي هو الجهاز المراقب جهاز التشريع لا نحن نعلم خلينا نكون واقعيين إذا كان أحد البارزين والنافذين في الحرية والتغيير غير الآن يتحدث عن أنه نحن من نشكل هذه الحكومة ونحن من نضع السياسات ونحن من نضع إذا كان الكلام بهذه الصورة يبقى هذه هي الحاضنة السياسية لهذه الحكومة ما هو اللي بيعين الحكومة ده عشان نحن نكون واقعيين كمان في طرحنا من المشاهد بتابع معنا الآن الذي يعين هو الذي يحدد صحيح ولا لا لا هو لا عيون أنت في حاجة فايت عليك هو التعيين ده في شنو الناس دي عملوا انا التعيين هو التعيين انا بشكل التعيين اللي يسروا اللي يسروا اللي يسروا طبعا دي هو القوه الثوريه دي ما اصل ان انت اصلا مشكله الناس المخالفين دي دي الناس دي القوه الثوريه دي خالص يعني بس اللغه بتاعت الاكاديمي ده دي لغه ناس اساسا ما بيعترفوا بالثوريه ده بالذات يعني القوه البلستيك يعني ما هو في ثوره نكون نعرف انه في ثوره وفي شارع متحرك الثوره دي الحركه الثوريه مستمره يعني ما انتهى الثوره دي الثوره عندها الحق على الواقع الشارع المتحرك ده شنو الثوره دي الشارع ما يصلح له الثوره دي القوة الثورية دي هي اللي حتعين رئيس الوزراء القوة الثورية طيب أما ممتاز. كل باقي المؤسسات الثانية ممثلة في من القوة الثورية؟ من؟ ممثلة في من؟ القوة الثورية معروفة من الذي يمثل القوة الثورية؟ القوة الثورية هي القوة التي أصغرت نظام الإنقاذ لا الحرية الآن الحرية والتغيير يعني المقاومة المهنيين دي كلهم الناس هم أساسا دي الناس اللي اسقطوا دي القوة الثورية شارك في ديسمبر الثورية دي ما اعرف ما اسقطها منهم دي القوة شارك لا لكن القوة دي هل مشاركة الان في ما تتحدث عنه يعني؟ موجودة في قاعة الصداقة الان؟ موجودة كيف يعني؟ المظاهرة كلام غريب جدا مظاهرة ما موجودة كيف دقيقة الحرية والتغيير ما موجودة في الصداقة؟ موجودة طيب موجودة الحرية جزء من الحرية ما خلاص وقت ما تدخل لكن هو الحرية المجلس المركزي طيب موجود في احزاب في تيمو المهنيين موجود في المجتمع المدني موجود في ناس من المقاومه الناس حسي في القاعه موجودين قاعدين في القاعد يعني يسمعوا وفي ناس طبعا التحقوا حسي بسموه هو الانتقال ده هو الاتحاد الديمقراطي الاصلي من السيد الحسن هو الانتقال ده انا حاجي ما خلاص ده اوريك انا حاجي انه القصه دي في النهايه الاقصاء ده ما في حاجة اسمها خصوصا لازم يكون في حد ادنى انه سنة هي كلها سنتين حنقول في حاجة ما فات على الناس ما همهم الناس اللي بيتكلموا عن الاقصاء والعمارات والصبارات دي ما همهم ولا همهم عشان الناس ولا الدولة مش ممزقة دولة مش منتهية مش عافة الانهيار والزمن ذاته ما في صالح في صالح الناس يكون في حد ادنى للتوافق بعدين الجبهة بالمناسبة الحلقات المسلحة دي في ثلاثة موجودات هسي ثلاثة في القاعة موجودات ما عدا بس اثنين اللي هو حركة جبريل والناوي ذي الممانعين وده بالمناسبة ما نفتكر انه ما عنده اي سبب مانع لسبب واحد موانع من الكيد السياسي الناس دي اساسا همهم لما مش حاربوا 20 سنة في الادغال وفي الاحراش وداخلهم عشان شنو؟ عشان دارفور ازمة دارفور طيب عشان الضحايا ديل عشان النازحين عشان اللازحين عشان هل الاستفاضة حول كتلة الديمقراطية دي وتحدي المجتمع الدولي كله حيجيب يغرد حق الاتفاقية ما الاتفاقية فدي محتاجة لدعم دولي كبير جدا ينفذها وبالذات النازحين واللاجئين يعني حسب مثلا وزارة المالية دي هل باستطاعتها انه
تصرف على عودة النازحون الذين راحوا أكلهم. أي لكن طيب المجتمع الاتفاق ده أشارت للاتفاقية الجمعة وفيها خلل كبير لازم يعالج. لا 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 تتراجع. ده ما موضوعنا هسه. أنا قلت لك إنه هو في ورش موضوع الاقتصاد. موضوع الاقتصاد ده في ورش تناقش الكلام ده الآن. اتفق معي إنه هل ممكن إحنا عندنا 3 مليون نازح ولا يجي ممكن نجيبهم بالضرائب والجبايات دي ولا نجيبهم بالدعم الدولي؟ بالدعم الدولي. ما الجماعة الدولية حسن المجتمع الدولي يصفح حول الاتفاقية دي وكله طيب. مأيدها كله المجتمع الدولي مأيد الاتفاقية دي. الاتحاد الأفريقي وطبعا لحد هسه معلق قدوتنا عصام معزول معزول تماما عن المحيط الدولي الإقليمي. البلد منهارة، البلد في حالة انهيار تام، حالة لا دولة. بنواصل في مشكلة خطيرة جدا في مهدد أمن خطير جدا. حسن النهار ده نسمع بحركات مسلحة جديدة أسلحت عسكرت حتى الولايات. نتكلم ترك وواحد اسمه شيبة وبذات البطان عنده مسلح، ومبارح برضو اسمه برطم بكل أسف بيقول ده نحن بالسلاح بنجيب حقنا. الصواري معامل لغوة قال نوازن النوازن أنا في حبيلات عشان نحن برضو نشيل السلاح. فدي دي مسألة دي إحنا عايشين حتى لا دول ولا قانون. دي مسألة مهددة جدا خطرة جدا. يعني دي نحن في غياب تام بس ما في هيبة الدولة ولا في قانون، في فوضى عارمة. يعني طيب دي 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 مثلا بيسموها جرائم، معلش دي بيسموها جرائم ضد الدولة. حكاية طيب. ناس يكونوا حركات مسلحة كانت مسلحة في الشمال والوسط والشمال والشرق، دي ده شغل جريمة موجهة ضد الدولة وضد تقود الدستور. دي مسائل أنا في تاريخ المفروض تردع. أنا لازم أفتكر لماذا صمت السلطات الأمنية والعسكرية والحاكمة دي إذا هذه التفلتات الأمنية اللي مخطرة جدا جدا. وبعدين تريك ذاته وهدد يعني تريك حل محل الخارجية والدولة بيقول أنا حأمل علاقات مع مصر، حأمل تغريين المصير، حفتح حدود مع مصر. يعني الدولة عاشت في حالة فوضى عارمة. يعني طيب. المسألة إلى متى معلي هو السؤال إلى متى يعيش في هذه الفوضى، إلى متى يعيش في هذه الأزمة؟ الناس بيعانوا في الأغاليم، بيعانوا معاناة في الاقتصاد، في معاش الناس ده. إلى متى يعني هم الناس ديل الممانعين ديل أو هو البديل شنو؟ نحن دارين نزل معاناة الناس البلد دي هار تمشي تنهار. يعني تبقى ديل ليبيا كله الشارق عنده سلاح وشمال عنده سلاح وشارق وروس عنده شمال البطان عندها جيش. ده ما كان أمر، ده خطير جدا. عشان كده الاتفاق الإطاري ده هو المخرج الوحيد والفرصة الوحيدة للأزمة دي الوحيد. سهوما الأمثل يعني أوكي ما في حاجة مستصطة وحتى الأنبياء مجتمع له الناس لكن ده حد أدنى بأنه مخرج أدل الفرصة الوحيدة والأخيرة اللي خيصوا من هذه الأزمة. دكتور حسن حسين للفرصة الأخيرة يعني ما في حاجة اسمها فرصة أخيرة. أول حاجة كان هو يتفق لنا أن إحنا في دولة ولا ما دولة. هو في بداية في لا دولة قلت لحد دولة هنا هسي اللي في لا دولة في مدخل حديثة. خلينا كمان في مدخل حديثك قلت انه الناس الموجودين دي الحاكمين وناس مسؤولين وناس حاكمين وبالتالي هم الدوله. انت الان تجي كيف تنفي انه يعني ده تناقض في انت كلام غلط. لكن قلت لك انا الناس الحاكمين دي ما في من السياسه في من السياده في السياسه معلش سعاده لا نقطه مهمه جدا. انا في من السياده خلينا انا اكمل في جيش خلينا نعمل في دوله في امن يكبر في دوله. الدوله موجوده اي الدوله مؤسسات ما هي مؤسسات. طيب مؤسسات ما في خلينا نتكلم عن تكبير هياكل الدوله. خلينا نكمل كلام هياكل الدوله. انا فستلي الديفينيشن بتاع الدوله ديفيشن لا دول انه غياب المؤسسات انه ما في مؤسسات ما فيها مؤسسات والدوله ما فيها هيبه سلطه ما فيها ما فيها سلطه. دي المشكله لا دول يعني انه ما فيها مؤسسات ما فيها جهاز تنفيذي ما فيها حكومه ما فيها هيبه ما فيها هيبه في بس الامن في بس الامن في الدوله ما في فيلات امني. دي هي غياب الدوله. انا مقصود بغياب الدوله دوله غايبه يعني. ودي مسؤوليه الحكام لان هم القوات المسلحه والدعم السريع والشرطه والامن دخلوا يشيلوا السرعات دي. ما دي مسؤوليتهم. فات الامن ده ما هو غابوا اي حتى في النازرق مش متاخرين جدا حتى مناطق الناس ونزحوا الناس حتى في بالليل وفي كرينج وفي يملمون ونزالنجي مش متاخرين جدا. انا ده بقصد بحر حاله اللاذ واللي هي ده انه ما في بس في الاحتلال بس ما في قانون ما في صراع محاور ولا ما في في صراع محاور هو كذا انا داري صراع انا بس خلي انا داري اجابه في الحته دي عشان نواصل فيهم. في صراع محاور تتفق معي صراع محاور. الان سفير امريكي يتحرك في 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 الولايات في الخرطوم حتى اتحاد المعلمين قبل ايام اضرب السفاره الامريكيه دعته الاجتماع
لما طبعا دي مشاهد الكلام ده صحيح دقيقه انا طيب. هو السفير ده اصله دقيقه هو نحن ما سفره طيب. السفير ده اصله في الدوله مش قال يقعد في سفارته وتمشي القصر أه. السفير ده عنده الحق يقول في كل سوان ده يعرف تقاليده ورسه وسياحته وموارده كلها يدعو يعني يدعو الاجتماعات كنت سفير مش هدعو الاجتماعات كنت سفير وين مش هدعو انت كنت سفير وين بس انت كنت سفير وين في حاجه شخصيه انا ما دارك انت كنت قاعد تمشي لا السفير كم اسمح لك انك تاخذ عرف يا اخوانا بيحكم عرف صح ولا لا بيحكم عرف يعني حتى السفير ده قوانين الدوله والقوانين هي اللي تحكم السفير يا محمد صح استاذ محمد السفير ما مش انه يقعد قاعد في مكتبه ويمشي الخارجيه ولا يمشي القصر لا ما السفير شغال يعني ما في محيط قانون ما في قانون السكرت عنده قانون سكرت دبلوماسي السفير بيمشي لكن بيمشي بامر باذن من الخارجيه من الخارجيه من المراسم بياخذ اذن عشان هو ذاته يحموه لان الدوله هي هو تحت حمايه الدوله العرف انه السفير يمشي اي حته في البلد دي يمشي بالنجي يمشي الفاشل يمشي بورسوان وله الحق في الاجتماع عنده الحق بمن يشاء بمن يشاء اجتماع يتم ادارات الاهليه النظار الشراتي له الحق في انه يجلس معه طبعا دي انا ولا ما ولا هذا اختراق ولا هذا اختراق للقانون اختراق للقانون احنا طالعين من الغنيه طالعين الله احنا حسب عليه احنا بنتكلم عن الوضع المناسب انت خليته دي اوف كلام كنت اوف بوينت احنا غريب نحسب من الموضوع بتاعنا الاساسي لا معلش البلد في ازمه في راهن سياسي لا ما هو جزء لا ده جزء من الراهن جزء من الراهن السياسي معلش انا اتكلم عن المحاور معلش هل مشكله السوان دي انه السفير الامريكي بيزحق من النيل دي مشكله السوان مش غابر حمد النيل نتكلم عن تدخل المحاور احنا نتكلم عن تدخل المحاور في الشان الداخلي انا عايز انت الان قبل شوي تكلمت على هيبه الدوله اتكلم كلام هيبه الدوله اتكلم كلام خلاص خلاص دقيقه طيب التدخل ده خليك من حاجه زي حمد النيل والله يمشي دي ما موضوعنا التدخل ده التدخل ده لتسهيل العمليه السياسيه دي كويس اسهل الدول المعلومه الولايات المتحده الامريكيه اصل اي دول في الدنيا دي بتروض على غاتها وفق مصالحها يعني ما حصل الولايات المتحده الامريكيه دي مش عشان تحول الديمقراطي لانه الولايات المتحده الامريكيه في حول دول كثيره جدا حلفاء ليها هو صراع محاور ما دي ما طيب. ما دقي ما تخليك معلي خليك عشان الزمن البرنامج عشان نستفيد الامريكيه بتروض علاقه حسب مصالحها بتجي مصالحها في السودان عند تو اكسس اول حاجه السودان عنده موقع جيو استراتيجي في البحر والغنى الافريقي دي مثلا مهمه جدا للناحيه الاستراتيجيه اثنين السودان عنده موارد ضخمه جدا موارد كلها فيرجن عزراء يعني دار الامريكان والاوروبيين يصيد من الحكايه دي يصيد فهو في مش عشان الديمقراطيه بيرسي يعني هو ما كده لانه اصل عكس امريكا دي ذاتها خارج بلد ان ديمقراطي جوا ديمقراطيه وحيه ايديل يعني لكن خارج يعني ممكن تعمل ممكن تغزو دوله ممكن تعذب ناس في السجون دي كلها موجوده ما موضوع ده انت مخيم ما هي ده موضوع ثاني السبب دوله السبب انه مهتم هنا ليه مهتم للسببين دول يعني مش عشان ديمقراطيه عشان ديمقراطيه بيرسي يعني لا لانه كاسر لانه عندها مصالح مصالح واطماع طيب دكتور نعم خلص انا اتفق معك من النقطه الاخيره اللي انت قلتها انه لكل دوله مصالحها وهذا حق مشروع تمام. في ادبيات العلاقات تمام. الدوليه تمام. طالما انه كل دوله انت حق في تعمل مصالحها انت مصلحتك شنو انا كمواطن سوداني او كدوله سودانيه مصلحتي شنو هل مصلحتي انه اخلي هؤلاء السفراء احكمهم بقانون وضابط ملزم بالنسبه لي انا وبالتالي يراعي سياده الدوله وهذا حق طبيعي للدوله السودانيه ولا امشي معاهم في خط وبالتالي اقول والله انه المبرر والله نحن محتاجين للدعم الدولي محتاجين يعني. نحن عندنا تجارب كثيره جدا من تجربه 72 2005 اتفاق الدوحة اتفاقات المختلفة دي دائما العوامل الخارجية بتشتغل معك بمسألة العصا والجزرة والحوافز لكن ما بتديك مشروعات وأنا أتذكر تماما من توقع اتفاق السلام الشامل في 2005 تم تصريح من السفارة الأمريكية أن السودان سيصبح الدولة المتلقية للمعونة الأولى على مستوى جنوب الصحراء هذا لم يحدث عندما تم توقيع الوثيقة الدستورية وتذكر تماما لو سيد السفير يتذكر تصريح السفير الأمريكي أن السودان سيبقى سيتم فتح أبواب العالم لما لف حمدوك سيد رئيس الوزراء السابق في كل الدول ما لقى ولا زول واحد أنه قدم له دعم للسودان وبالتالي قضية الدعم الخارجي لا تحل مشكلة صحيح نحن محتاجين لكن الحل ما في الخارج الحل في انه نحن نتفق مع بعض نصل لثيقه بتاعه اتفاق مع بعض
نتفق مع بعض ويبقى الاتفاق بتاعنا ده هو الحاكم، الإطار الحاكم. وبالتالي لو ما حلينا مشكلتنا برانا ما القارب بيحل لنا مشكلتنا. وده الرؤية الكلية، إنه الناس بيتكلموا إنه دائما مشاكل المجتمعات، كل ما دخل المجتمع الدولي، كل ما دخل الخارج، الخارج بيدخل بمصالحه هو. الآن في صراع محاور، في صراع محاور، في تدخل خارجي، في تدخل خارجي، في معلومات، في رشح، في. لكن السؤال المطلوب إنه هل ده سيقود إلى حل المشكلة السودانية؟ أنا في اعتقادي لن يقود، ما لم يتفق السودانيين فيما بيناتهم، ما لم يتفق السودانيين بيناتهم. والطريقة الماشية الآن دي لن تقود إلى اتفاق كل السودانيين، لن تقود، لأنه الآن أنا بس إذا مسكت المجموعة بتاعت الحرية والتغيير فقط الآن من الوثيقة الأولى للآن، الآن في قوى التحالف الجذري، قوى مؤثرة خارج الإطار هذا الاتفاق، هذا الاتفاق مجموعة اتفاقات جبهة خارج هذا كلها في ثلاثة. في أنا بتكلم معك عن الجبهة السورية، خليك زول أكاديمي، خليك زول، أنا بتكلم عن اتفاق، أنا بتكلم معك كلها خارج، خارج في ثلاثة الجبهة السورية، ثلاثة قاعدين في الغرب. خليني أكمل، خليني أكمل، ما اتنين انت موقع معاك قاعد قاعد في ثلاث، في الهادي ادريس والطاهر حجر وفي مالك عقار موجودين في الجبهه السورية. ما بتكلم معك في ده، في بغادي، في مني اركم مناو، في جبريل، في الطمهج، وفي مجموعه بغادي. انت كنت قلت خارج، انت كنت من خارج. ما خلينا عممت، خلينا اكمل كلامي ساعه السكر، انزل قاعد اخليك تكمل كلامك يا زلمه. هاي ست سنين يعني، ما غلط، خلينا انا اقول لك جدا جدا. انا ام سوري، هو قال منك شويه واسر، ام سوري واسر، ما مشكله. دي خارج، خارج الاتفاق. في مجموعة الحراك الوطني خارج الاتفاق، في مجموعات جات توقع زي مبارك الفاضل قال لا نحن ما دارين نغرق الاتفاق، انتوا برا بتاني مجموعة النزاع الوطني، في مجموعات اصلا هي ضد الاتفاق اللي هو الليل اللي حصل الليلة ده، مجموعة لجان المقاومة وانت الحكومة. يعني تخيل معي اتفاق كامل ما بيتكلم عن حقوق ولا بيتكلم عن فضل الاحتصام ولا بيتكلم عن ويتكلم لك عن 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 والله بيتكلم عن عن ثورة في حقوق مفترض انها يصل فيها الاتفاق. بيجي بعد ذاك انه لجان المقاومة خارج، في مجموعات ثانية زي مجموعة نداء اهل السودان هي خارج، ما محترفة بالمجموعات دي. في مجموعات اسلاميه ثانيه، كتلة ديمقراطية، في مجموعات اسلاميه ثانيه، والتيار الاسلامي العريض كله خارج هذه المجموعات. في مجموعات اقليميه الان هو بيتهمها بانها عندها عندها. السؤال المطروح انه ليه المجموعات دي زي ما بتكلم عن شيب ادرار ومجموعه الصوارمي او المجموعه بتاعت درع البطانه او المجموعه بتاعت ناس برطم، وممكن تظهر واحده ثانيه في كردفان، وممكن تظهر مجموعه ثالثه. السؤال الاتجاه نحو المليشه ده سببه شنو؟ بسبب لانه ازمه سياسيه خانقه في الخرطوم. ما انت ممكن انك انت تعزل الاطار وانك تفرض حل واحد تقول لهم زي ما قال ده الحل الوحيد، يا هو يا لا، ما حل وحيد. قال لك من الحل الوحيد ده، ما حل وحيد، اي حل لن يقود الى اتفاق جميع السودان، لن يصبح هو الحل الوحيد. عشان الناس لو دارين حلوا المشكله السودانيه ويصلوا الى، انا في رايي الفتره دي دام بيقولوا انه والله دي مرحله البوكو الموجوده دي كلها بوكو، وبالتالي بيرفضوا الشرعيه، بيرفضوا الشرعية. الشرعية بتجي كيف؟ الشرعية بتجي إن والله الاتفاق على إطار وصولا إلى انتخابات، الانتخابات ناس يرجعوا للشارع. الآن كل الموجودين للعسكر ولا مجموعات جبا ولا الدعم السريع ولا حتى القوى المدنية دار انتخابات. ليه؟ سؤال ليه؟ لأنه كلها ما بتحس إنه كلهم دارين يشيلوا الحق بتاع الشارع ويفرض رؤيتهم دارين يفرضها منه، ما باتفاق داخلي، بدعم خارجي. إن والله الخارج عشان يوفر لنا دعم. أنا أقول لك كلام، والكلام ده أنا بقوله هنا مسؤول مني، الدعم الدولي لن يوفر دعم لحل المشكلة السودانية الليلة ولا بكرة ولا بعد بكرة، والكلام ده أتحداك به ولا مقلي سيد السفير. طيب خلاص، أول حاجة فيه نحن حقه ما أرسل كلام العوائني ونتكلم بالعواطف سعيد تمام، ولأجندة سياسية ربما الحقيقة. يعني المشاهد الكريم ده أنا أدي المعلومة خطيرة جدا، الكلام اللي قاله الدكتور ده بكل أسف ما متابع هو. طيب. سبب واحد نتكلم بصورة علمية. أول حاجة حوانت حمدوه دي لما جات أول حاجة عملتها في الأول من أكبر إنجازاتها فك العزلة الدولية دي، عودة للسؤال للحضن المجتمع الحافل الدولي وفي جنيفا عملنا اختلاف في حقوق الإنسان، انتهت ولاية الخبير المستغل تمام، دخل السودان من القائمه بتاعت الدول الراعي للارهاب، يسموها الدول حتى منبوذه، خرجنا منها.
كويس دي كويسة. جينا نحن أهم حاجة هو أصلا نحن ما عندنا ديون 60 مليار دولار. دي بتتحل كيف؟ دي ما بتتحل إلا بأنك أنت تحل ديونك على البنك الدولي الدولي. تمام. طيب الولايات المتحدة اللي علم الأكاديمي الدكتور الولايات المتحدة الأمريكية دي شينا ما بينها سمحة ولا كعبة هي التي أعطت هي التي بعد ما نحن طلعنا من غامة الدول الإرهاب هي التي أدت عفت الديون في البنك الدولي بقروض قروض تكسيرية مش يعني منها قروض تكسيرية بقروض بريزيوس النقطة دي بس مهمة جدا بقروض تكسيرية عشان كده البنك الدولي بيقول إحنا الليجيبل بعد ما الولايات المتحدة عملت ساعدتنا في الموضوع ده خلتنا إحنا نبقى الليجيبل عشان نمشي الهيبك مساعد هيبك في 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 نادي باريس عشان نبدأ في الديون في 6 شهور حكومة حمدوك في وقت قياسي جدا وصلت لحاجة اسمها decision point هي تأخذ قرار بموجبة كان في البايب لاين 14.5 مليار تدعفي وكان في 3 years later قبل ما حصل الانقلاب ده في المساعدة المفروض تصل لحاجة اسمها achievement point اللي هي دي نقطة الإنجاز دي بينما النسلة ممكن تحل كل او جل الديون فالديون طبعا مش الديون مطرح خطير جدا فينا لكن احنا ما نقول بعدين في حاجه البنك الثاني الافريقي احنا من اوائل المؤسسين له وكان اول له محافظ هو مهون بحير الله يرحمه نحن ذاته كان مقاطعنا تبع 11 المؤسسه الدوليه دي في الدول الترويكا في 400 مليون كانت كان احنا ديون على البنك الدولي الجماعه اللي سددوها بيجي حسب كده دخلنا طبعنا علاقتنا مع كل البنوك وعلى البنك مع بنك من افريقيا فالناس ما يقول هو بعدين هو منطق هو الحكومه دي حكمت كم يعني كلها 8 شهور الثاني 8 شهور فانت في النهايه ما الناس ما صب الانقلاب ده ما هو كل الانقلاب 25 اكتوبر ده ما هو على كل المساعدات دي عزل السوان الاتحاد الافريقي من اخطر حاجه نفس الاتحاد الافريقي مش حكايه البنك الدولي الاتحاد الافريقي في خطوره جدا كل التجمعات الإقليمية الاقتصادية الدولية نحن هرونا منها كلها في الفترة دي كانت أهم قامت القمة الاقتصادية أوروبية أفريقية سواء هرونا منها وأهم من ذلك قامت القمة بتاعت رجال الأعمال في تونس دي برضو سواء لأن أمريكية متولى أمريكا سواء هرونا منها وأهم من ذلك حصل القمة الأمريكية الأفريقية الأمريكية الأفريقية في واشنطن كانت قبل شهر دي من 5 إلى 12 الفات ده دي مهمه جدا انه كان دي من مثلا كانت مركز قطاع الاعمال شركات انا عايز اقول لك الدمج اللي حصل في الانقلاب ده عمل دمج لعبد السوان خرب عبد السوان كله بسبب الثوره كله بسبب حمدوك هو غدا عليها ولذلك ما يقولوا ما الناس ما يكابروا يقولوا ما في دعم دولي الدعم الدولي موجود وعارف في حاجات غريبه جدا انت عارف قبل الانقلاب ده وما قبل ما يقوم كان في ذا بايب لاين في غروب تنمويه وانسانيه واقتصادية جاء على البلد مشى على البلد كانت لأنه أصل البلد أنت عشان أنت تستعد وريفيد عشان تستعد الاقتصاد بتاعك لابد من العون أجنبي ما تعمل ما عندك حاجة هسه بعدين المهم جدا أنت الشراكة دي ما الشراكة دي بسموها شركات تنمية ما مثلا بتاعت من شركات تنمية دي اللي بيجوا هنا عشان يستفيدوا من الموارد الضخمة دي في الزراعة وفي الثروة الحيوانية في كله طيب. عشان شنو عشان يكون في مصلحة مشتركة طيب. فما ما يقول الدكتور إنه ما في عون دولي ولا حبي العون الدولي كان دولنا نحن ونحن لو العون الدولي ما كان مشان هيبيك مشان نادي باريس وبنادي في حاجة مهمة جدا ولا في حاجة مهمة جدا الولايات المتحدة الأمريكية دي هي ما أصل شينا ما بينها هي ماسكة العالم ده مسيطر عليه أقول لك بشنو حسب الولايات المتحدة الأمريكية دي صندوق 11 مؤسسة اللي بيسموها International Multilateral Institution Financial Institution اللي هي 11 دولة 11 مؤسسة دولية متعددة الأطراف مالية دولية دي أساسا مسيطر على أمريكا سيطرة تامة بشنو طبعا المؤسسات دي فيها نظام بتاع الالكشن ميكانيزم اللي غالي بتاع الانتخاب ده مختلف من الديمقراطيه الثانيه بمعنى شنو بس الامم المتحده ما عندها حق الفيزا امريكا اصلا وعندها سلام لكن في الجمعيه مثلا ما عندها في المؤسسات دي عندها حق الفيزا امريكا عندها حق الفيزا لان بتسوي لان عندها الباور فوتنج بتاعها فيري هاي يعني هي بسموها حاجه ما بتسوي تنتبه بي 1 كنتري 1 فوت 1 فوت بتصور حسب مساهمتك في البنك صندوق النقد الدولي طيب. بس لا ما دي الله يوريك ليها بس عشان 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 زمن الحلقه عشان نمشي عشان كثير من المحاور على الفكره دي المؤسسات دي احنا ما بنقدر اكسس الا بالجرين لايت امريكي شينا وينها طيب. هي بتاخذ لما دي الله يوريك النقطه المهمه هي 17% بتاخذ عندها 17% من البحث مال باور فوتنج وانت عشان تاخذ قرار في المؤسسات دي الا 35% من الاصوات تمام هنا سبع طير وبالتالي
ما بيصدق أي قرار حتى الورود يكون حتى حتى الدول الصناعية لو وافقت إنه تدينا ورود بيكون في فيتو أمريكا لأن عندها 17%. طيب ولذلك أمريكا أمشي قدام هي ماسكة أمشي قدام سينا ما بين الآن دخلت في الخط المبادرة المصرية. الناس تكلموا في جزئية ثانية ظهرت مصر في 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 الملعب ومعروف الدور المصري في السودان والمسائل التمة عندي برضو والله محاور مهمة يعني برضو السيد البرهان يعني غادر إلى جوبا فخليني المسألة دي سريعا يعني أمر على المسألة ظهور المصريين في الملعب. أنا ده أقول حاجة أول حاجة خلينا نتفق إنه لبناء دولة مستقلة عندها إرادة يجب أن يكون العقل المفكر هو ذاته عنده إرادة هو حر في تفكيره وبالتالي أي تفكير بيخوض في عقله أنه في قوة ولا يمكن تجاوزها بالضرورة يتعامل مع أفتكر ما مؤهل أنه يدير دولة لشعب مستقل ودولة الواقع من 1953 أخذت استقلالها من يعني أخذت تجربتها في الانتخابات من 53 والآن عندها تجارب ضخمة جدا في قضية طيب قضية الانتخابات بغضني طوال بغضني سيد السفير لا معليش والله عشان المشاهد ما يفهم سيد السفير بدي لك شنو انت وراه بدي لك بس خلاص بقول لك بديلي انت دار البديل بديك البديل انت بس انت يا سيد السفير يعني حد اعصابك شويه يعني ولا انا ولا ما في مشكله ما تدور البديل ما خلينا نتكلم على ما اتكلم معاك انا الان بتكلم في نقطه بديك نعم. بديك البديل بس انا من البدايه كلمتك بديل كلمتك بديلي شنو انه والله يا اخي انه خلينا نرجع للمحور تكلم عليه والله الضروره انه يكون في عقل حر وعقل حر الان العقل الحر ده هو بيتشكل في مجموعات مختلفه الان الناس الشباب بيتكلموا ديل بيتكلم عن انه بناء دوله الشباب الان الساير بكوري الآن الواقع ده بعودنا لفرحلة الانقسام نفسه. مصر تاريخيا عندها وجود في السودان ولا يمكن إنكاره حتى انتخابات 1953 اللي تكلمت كودير أخو شباب بدخل إذا كان فيها دور مصري واضح جدا والدور المصري الأساسي اللي هو الوطن الاتحادي في ذلك الزمان اللي يصبح هو القوة الأولى في الانتخابات وبعد ذلك جاء السيد عبد الرحمن رفع شعار السودان للسودانيين. الدور المصري ده تاريخيا موجود في السودان لاعتبارات كثيرة جدا اعتبارات الأمن القومي المصري للتداخل للوجود منذ الحملات الأولى وبالتالي مصر في فترة من المراحل كانت هي الجيت كيبرز أو البوابة للسودان نحو العالم وبالتالي كانت هي المحور بشكل فيه ومصر بتشكل لاعتبارات مع القضية الإسرائيلية النظام الإسرائيلي قضية البحر الأحمر قضية الوجود الأمريكي نفسه في المنطقة وبالتالي مصر عندها مصالح الخاصة وعندها مصالح إقليمية ودولية بتشتغل على تمام. الآن المحور المصري ده السودان برضو أصبحت فيها دولة فيها تجاذب يعني فيها تجاذب في فترة من الفترات لأنه برضو قضية صد النهضة مصر بالنسبة لاستقرار السودان قضية مهمة جدا لأنه صد النهضة برضو مهدد مشترك بالنسبة للسودان ومصر وبالتالي مصر عادت بثقلها من جديد أعتقد سيكون الحراك المصري والآن هو طرح شكل من أشكال المبادرة ولو لاحظت إنه مجرد ما جاء وتكلم عن إنه والله ضرورة إنه جلوس أطراف سودانية في كثير من المجموعات أيدت هذه المبادرة على رأسهم من أركم الله أكد المسألة دي وفي مجموعات تانية يعني السيسي أكد على هذه المسألة وبدأ إنه كأنه يعني زي ما بيقول جماعة الحراك في المشهد بدأ يتشكل هو الآلية الثلاثية الآلية الرباعية التدخل المصري ده بقول صراحة لمزيد من الانقسام وجدت قبول نقدر نقول بصورة مباشرة وجدت قبول وترحيب كل ما هو مطروح فيه ناس قبلانين به وفيه ناس ضده طيب فيه ناس ضده بطبيعة الحال الذين أكدوا وجودهم وحضورهم في الاتفاق الإطاري والمكاسب في الاتفاق الإطاري أي دخول لأي مجموعات تانية أو نقل الحوار إلى منصة تانية حيرفضوا طب ما فيهم هذا السفير سيرفض المسألة خلينا أشرك السفير سيرفضوا الاتفاق الإذهاب إلى منصة منصة جديدة لأنه المطلوب السيد السفير للوصول إلى اتفاق للأزمة الثانية يجب التراضي وضع اتفاق يتراضى عليه الجميع أو الغالبية العظمى والغالبية العظمى موضحة
يعني انت لما تيجي تقول استند على منه 56 86 انتخابات 86 حتلقى الغالبيه، حتقول قوه الثوره معروفه قوه الثوره شنو، حتقول قوه كده حتلقى انه اتفاق ما بيستثني ما بوضح انه بيخلي المجلس درجه اولى حسن حسين درجه ثانيه طيب او احمد درجه ثالثه. الاتفاق بيتاسس على فكره المواطنه، نحن كسودانيين كلنا طيب. دارين نتفق على وتشكيل حكومه تشكيل حكومه اللي هو نحن نوفر الاطار الشرعي اللي بينقل الناس ليه الانتقال الديمقراطي. الإطار الشرعي ده لابد أن يوفر حكومة مستقلة، حكومة بتاعت كفاءات مستقلة ما حزبية، بعيدة من تدخل المؤسسات الأمنية والميليشيات المسلحة والجيوش الغير نظامية في تأثير على التأثير السياسي. وبالتالي مجرد ما نوفر المنصة دي هنحدد آجال الفترة الانتقالية، هنحدد فترة الانتخابات. القوة السياسية دي كلها لو هي عندها وجود تمشي الشارع طيب تحشي. طيب سيد السفير، وبالتالي نقدر نحل المشكله. دكتور كلامه واضح والرؤيه واضحه، الرساله وصلت يعني. المصريين كالاتي طيب، هم طبعا في حدثين حسن ورا بعضين، كان رئيس المخابرات المصريه طيب بس كامل والتغى بكل الجماعه دي بخلاف المصري، التقى حتى بالحرية التغيير ذاته تمام كويس. وعباس قال لما فاد لما غادر ما تكلم عن مبادره مصريه على الاطلاق، تكلم قال ان الجامعه دي قالوا ان الزول ده قدم لنا دعوه عشان نجي كل الحريه التغيير المركزيه مع كتله الدموية القاهره عشان نتحاوروا كويس. وهذه الدعوه رفضت تماما للحريه المركزيه، رفضت اصبحت ميته. السفير المصري قابل امبارح السيد رئيس السياده وخرج في الاعلام قال لنا قابلت السيد رئيس السيادة تحدث عن مبادرة مصرية كويس، وقال حتى قال ناقشت معه عناصر هذه المبادرة طيب. وحامش عرضها على المجتمع، قال وقال المكونات الشعبية والدوائر الشعبية والرسمية والإعلامية، حتى ما قال السياسية كويس. ولذلك هي المسألة دي جات متأخرة جدا، تخطى الزمن. ما في مبادرة مصرية حد مصري يقول لي ده ميت، حتى تكون مولدة ميتة، لأنه الزمن هسه الزمن تسابق. إحنا ممكن نجي تاني عيد نرجع سكور ون بقى لمربع الأول عشان نبدأ نناقش. بعدين في حاجة غريبة جدا، الكتلة الديمقراطية دي وأهل السودان والجماعة دي الحراك دي. طبعا ده على طرفين غيد أوريك ليه. الحراك الثوري ده ضد الشراكة مع العساكر، نتفق على الكلام صح ولا صح؟ صور دين تمام. حلول التغيير المركزية الإطار الاتفاق الإطاري ده واتفقوا حتى المهيئ العسكري يغادر المشهد السياسي النهائي ما يكون يصدر. وده كلام البرهان ذاته قال في الغاء، قال ان احنا ان احنا اكدوا ثاني احنا حنشارك ونحاول ندعم التعهد مره ثانيه، حنكون خارج المشهد السياسي خالص، وده الحكومه المدنيه الفتره اللي تبعت تمام. يبقى دير هنا مع 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 الدوله المدنيه، مع الدوله المدنيه الخالصه تماما. دي كنت بتاع الجمهوريه المركزيه. اما ديك تعال شوف ديك شنو، امسك اهل جد ديك، قال نرجع لدستور 2005 طيب. 2005 ده عمل بعد نباشا، لان نباشا دي 2005 ده في بكرس النظام الرئاسي، يعني بتمسك البنود من 52 72 كان على النظام الرئاسي. رئيس الدوله هو القائد العام، يعني البشير كان ده يرجع البرهان قائد عام ورئيس الدوله، ودي ما دخل تحمر ثاني ما في عسكري بيكون في السلطه. نمره 2 الشيء الثاني الكتل الديمقراطيه بيقول نرجع ل 19 20 المعدله. طبعا دي فيها شراكه، الماده 80 في الاتفاقيه دي فيها شراكه ثلاثيه، لا شراكه ثاني. عشان كده هم المصري قال لنا يجمعوا الناس على طرفين غيد، المصري قال نجمع ناس حوار، ما في حاجه اسمها يجمع وطني ده انتهى. والبرهان ذاته قبل كده كان بيقول ذات اتفاق ذكر الفرقه بيقول توافق الوطن توافق الوطن، هو ذاته في النهايه عرف انه ما في توافق وطني في حدادنا في الاتفاق ده. وذلك المكون العسكري أيد الاتفاق الإطاري ده طيب. المجتمع الدولة أيده، هو الثورية أيدته. يبقى بعده هو حل، هو المرجعية الأساسية، شاء من شاء وأبى من أبى، ما في حال ما في هم الأمثل، لكن لا خيار لا بديل له طيب. والزمن الزمن لا يسع طيب. في السودان نعم. أنا ما عندي زمن كافي، ما تبقى لي وقت كافي، هي ثلاثة دقائق افتكر الآن هي المتاحة، فضل بنا دقيقتين يعني في نص دقيقة في نص دقيقة. أقدر أقول إنه هذا ليس نهاية الدنيا، وهذا الاتفاق سيكرس عودة إلى الأزمة السياسية بين الضرورة بمكان بمن الضرورة بمكان. العودة إلى اتفاق يجمع كل السودانيين حول قضايا بلد وآلية حل هذه، وأن التدخل الدولي المطلوب الآن والذي يعمل عليه الآن سيقود إلى تفتيت القوة السودانية، سيقود إلى تأزيم الواقع السوداني، سيقود إلى إنتاج الأزمة من جديد. شكرا جزيلا، انتهت النص دقيقة سيد السفير. أنا في أنا أفتكر الاتفاق الإطاري ده هو الفرصة الأخيرة للسودان يكون أو لا يكون، هو أو الطوفان.
يعني لو فشل الاتفاق الإطاري ده أسوان ده هشوف منزلق منزلق خطير جدا. حسن إحنا في قلت لك الميليشيات اللي حسن فينا بيدعو لعسكرية عسكرية الولايات ميليشيات الولايات الإطاري ده هو المشكلة هو الأمثل. لكن إحنا الاتفاق الإطاري ده هو الفرصة الأخيرة يعني هو أو طوفان. شكرا جزيلا دكتور حسن حسين أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزيرة، سعدت بحضورك. شكرا لك وشكرا للمشاهد الكريم، نامل أن نكون قدمنا مادة. سعادة السفير الصادق المقلي المحلل السياسي شكرا جزيلا على حضورك. بارك الله فيك. نعم مشاهد الكريم، واحدة من حلقات برنامج الراهن، من خلال هذه الحلقة اختلف ضيفي داخل الاستوديو أم اتفقوا، الهدف في النهاية هو الأساس هو مصلحة هذه البلاد بطبيعة الحال. نأمل أن نلتقيكم بمشيئة الله تعالى في حلقات قادمات والبلاد تشهد أكثر تماسكا واتفاقا بمشيئة الله. كونوا في أمان الله.